ماشي ماتشين. هنروح للكابتن فتحي مبروك الموقع الرسمي للنادي الاهلي يتحدث عن منتخب المستقبل واستراتيجيه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. معانا دلوقتي الكابتن فتحي مبروك على التليفون علشان نساله عن منتخب المستقبل والفكره الكابتن فتحي عايز يعملها. ازيك يا كابتن فتحي؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك؟ كل سنه طيب يا حبيبي. ازيك انت؟ وحياك طيب يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس والله. يعني انا سعيد بهذه المكالمه وسعيد ان الساده المستمعين او الساده المشاهدين لقناه النادي الاهلي دائما يعرفوا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ماشي ازاي. الحمد لله. وده دورنا هنا في برنامج الاشبال في قناه النادي الاهلي ان احنا دايما بنبرز الشغل الواضح فعلا في النتائج وفي الاهداف وفي تصدر يعني كل الفرق في جدول المسابقه. وده الشغل ده واضح يا كابتن فتحي وبنبارك لك. واضح والله، واضح قوي يا كابتن اسامه. والناس مهتمه جدا على فكره والبرنامج جميل. والناس ابتدت تهتم فعلا بهذا البرنامج لان قطاع الناشئين في النادي الاهلي الناس بتبتدي تعرف عنه كل حاجه من خلال قناه الاهلي ومن خلال البرنامج الرائع اللي انت بتقدمه يا كابتن اسامه. بنبارك لك على تصعيد كابتن عادل مصطفى للفريق الاول. والله الحمد لله. يعني دي مهمه، انت عارف مهمه، يمكن بنقول عليها مهمه مؤقته. ودي حاجه كويسه ان حد من عندنا من القطاع الناشئين الكابتن عادل مصطفى يطلع الدرجه الاولى. انا بتمنى من كل قلبي ان دائما اللعيبه والاجهزه الفنيه يبقى عندها طموح وعندها دائما رؤيه للمستقبل ان هو ممكن يبقى من احد افراد الجهاز الفني للفريق الاول. تمام. اللعيبه نفس الشيء دايما بكلمهم ان انت طالما لعيبه نادي اهلي لازم عندك الطموح ان انت تلعب فريق اول. تمام. انت كنت فاتح حضرتك خط التجربه الصعبه مع النادي الاهلي في سنه 2003 وكنت موجود في فريق شباب النادي الاهلي وتم تصعيدك للفريق الاول في وقت صعب. وكان حضرتك موجود في قطاع الناشئين وملم بكل ما بيحدث في قطاع الناشئين. وقتها تم تصعيد لعيبه، تم تصعيد مدربين، هو نفس الظروف اللي احنا بنتكلم فيها. مجلس الاداره بيبني قطاع الناشئين قوي مع كابتن فتحي مبروك علشان وقت ما يتم الاستعانه باي فرد سواء جهاز طبي سواء مدرب سواء لاعبين يبقوا دايما عند حسن الظن. والله احنا هدفنا، يمكن هدفنا زي ما قلت لك كابتن اسامه من زمان ان احنا هدفنا لينا اهداف واضحه قوي. الهدف الاول طبعا تصعيد لعيبه للفريق الاول ان شاء الله. الحاجه الثانيه اذا احتاج الفريق الاول لاي حد من الاجهزه الفنيه في قطاع الناشئين فانا برحب جدا جدا لان ده بيبقى حاجه كويسه للمدير الفني وحاجه كويسه للقطاع الدرجه الاولى وقطاع الناشئين. تمام. كلمنا بقى عن فكره منتخب المستقبل. والله بص يا كابتن، والله انا جيت يعني فكرت في الفكره دي ويمكن مش عايز اقول لك يمكن الكابتن محمود الخطيب على فكره برضه يمكن اتكلمنا في هذا الموضوع وقلت ان انا بفكر فعلا ان احنا نبرز فعلا يبقى في فريق للمستقبل في النادي الاهلي. والفريق ده يمكن من خلال برضه رؤيتي الفنيه ومن خلال تعاملي مع المدير الفنيين ومن خلال ايضا التقييم والمتابعه ان احنا فعلا مرشحين لعيبه في حراسه المرمى في مركز والاستوبارات وكل مركز على الاقل فيه 3-4 لعيبه. من مواليد 99 لحد عندي يمكن ل 2002 و2003. يعني المرحلة السنية اللي هي مش تبعي او مش سن انا مش حاطط استراتيجية ليها ل 2004. بس كل الفرق عندي من مركز 2 3 كل مركز فيه حوالي 3-4 لاعب. فانا فكرت في الفكرة دي على اساس ان احنا ان شاء الله مستقبلا يبقى اللعيبة دي تحت انذار دائما ان احنا شايفينهم كويس قوي، تقييمهم في كل مباريات، تقييمهم ايضا في عدد المرات اللي بيشتركوا فيها ومستواهم الفني. عشان اقدم تقرير اخر السنه ان عندنا ان شاء الله فرقه مستقبلا تبقى ممكن اضافه عناصر للفريق الاول ان شاء الله مستقبلا. لا اكيد فكره ممتازه كابتن فتحي ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه. بنشكر الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. شكرا جزيلا لك كابتن فتحي. هنروح برضو معانا على التليفون